أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم الأحياء. حلقة نبدأها بالفصل الثاني وبعنوان الأحماض النووية الريبوزية والتخليق البروتين، وده الفصل الأخير في المنهج، وده يتطلب أنه هو على الأقل يحتاج إلى أسبوع قادم ننتهي منه أو أسبوعين ونبدأ بعدها المراجعة بإذن الله. في بداية الحلقة برحب بالأستاذة أمل منير خبير الأحياء بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا أستاذة. أهلا بك أستاذ حسن. لما بنقرب نهاية المنهج بيبقى تفكيرنا إزاي نرجع المعلومات القديمة اللي تم تدريسها في الحلقات السابقة، إزاي الطالب يستعيدها، وخاصة أنه معظم الطلبة بيشتكوا أنه هم بينسوا الأحياء. هو موضوع النسيان في الفترة دي حالة نفسية من الطالب على فكرة. الطلبة كل ما بتقرب معاد الامتحان ده بيوترهم شوية، فبيديهم احساس انهم ناسين، لكن لا، هو اول ما بيسترجع اي باب تاني بيلاقي المعلومات دخلت. ودورك الوقت ان انت تعمل علاقات بين الابواب وبعضها. يعني ان شاء الله النهاردة لما نيجي نتكلم عن البروتينات هنعرف ان في بروتينات تركيبية. طب خدت مثال منها اكتين وميوسين قبل كده في الباب الاول، طب كان بيعمل ايه وده كان تركيبه ايه؟ حاول تربط العلاقات وحاول تحل الاسئلة كتير على قدر المستطاع. دورنا بقى في المراجعة ان احنا نحل اسئلة على قدر المستطاع من جميع انواع الاسئلة نقدر نحلها. عنوان حلقة اليوم الاحماض النووية وتخليق البروتين. لكن الاحماض النووية هي نوعين وليست نوعا واحدا. احماض نووية تسمى حمض نووي ديوكسيريبوز، واحماض نووية بيسموها احماض نووية الريبوز. بس خدت بالكم عند التسمية، قلت الحمض النووي الديوكسيريبوز وقلت مفرد، لكن لما اتكلمت بعد كده قلت الاحماض النووية الريبوزية. تزامل ليه في الجزء الاولاني قلت مفرد وفي العنوان التاني قلت جمع؟ لان في الجزء الاولاني لما حضرتك قلت ديوكسيريبوز انا بتكلم عن نوع واحد بس، هو الدي ان ايه. مفيش غير نوع واحد بس اللي هو الدي ان ايه. لكن في الاحماض النووية الريبوزية هندرس ثلاث انواع، في الام ار ان ايه الرسول، في تي ار ان ايه الناقل، في الار ار ان ايه الريبوسومي. يبقى انا فعلا عندي عدة انواع من الاحماض النووية الريبوزية، ولكن نوع واحد ديوكسيريبوزي او الدي ان ايه. قبل ما نبتدي ب الأحماض النووية لازم نبتدي الفصل بالبروتين، لأنه هو في النهاية هو المنتج النهائي. يعني المنتج النهائي للصفة الوراثية هو البروتين الذي يؤدي إلى ظهور الصفة. وبالتالي لو حبيت أقسم البروتينات اللي موجودة في أجسام الكائنات الحية صنفناها لمجموعتين، بروتينات تركيبية وبروتينات تنظيمية. أستاذ أمل، لو حبينا نستعرض للطلبة إيه أهم الفرق ما بين كلمة بروتين تركيبي وبروتين تنظيمي وذكر أمثلة لهذه الأنواع؟ تمام. البروتين تركيبي يبقى من اسمه دي بروتينات محددة بتدخل في تراكيب محددة في الكائنات الحية، بتدخل في تركيب جسمك زي أكتين وميوسين خدناه في الباب الأولاني، خيوط بروتينية رافعة أكتين، خيوط بروتينية سميكة ميوسين، طب دي كانت بروتينية. عندي الكولاجين تدخل في تكوين الأنسجة الضامة، عندي كرياتين بيدخل في تكوين الأنسجة الغطائية. يبقى أنا بتكلم عن تركيب، حاجة داخلة في تركيب جسم الكائن الحي. لكن البروتينات التنظيمية دي بروتينات لها وظائف محددة بتقوم بالعديد من العمليات أو الأنشطة الحيوية في جسم الكائن الحي، زي عندنا الانزيمات طبعا اخدناها قبل كده في سنة تانية ثانوي، عندنا الاكسون المضادة اخدناها في باب المناعة كانت جلوبيولينات مناعية مواد بروتينية، عندنا طبعا الهرمونات اخدناها في الباب التاني في تنسيق الهرموني، وعارفين ان هي اغلبها بتكون مواد بروتينية ما عدا طبعا بحاول اربط الابواب اهو، ما عدا قشرة الغدة القذرية طبعا اللي كان بعضها استرويدات. لما الطالب بيحاول يعرف الفرق ما بين كلمة انزيم وهرمون، وخصوصا المعلومات اللي عندنا مش بتدي له تعريف كافي، احنا عارفين انزيمات هي بتنظم تفاعلات كيميائيه بتتم في الجسم. طبعًا. يبقى مين المسؤول عن اتمام التفاعلات الكيميائيه اللي في الجسم؟ هو الانزيم، ودوره هنا دوره عامل حفاز، ملوش علاقه بقى بالهرمون. يبقى برضه ليه دور عامل حفاز، يعني يجعل التفاعل الكيميائي يتم داخل خلايا جسم الانسان في درجه حراره جسم الانسان، مع ان التفاعل قد يتطلب درجات حراره قد تصل الى 100 او اكثر من 100 درجه مئويه. دور الانزيم هنا انه يتمم التفاعل او يجعل التفاعل يتم في درجه حراره اقل من درجه حراره الايه 100، وبالتالي يعني في درجه حراره الجسم. لكن كلمه هرمون معناه ان هو بيعمل عمليه تعديل او تنظيم عمليات، سواء كانت العمليات دي بالنسبه له خارجيه او العمليات دي بتتم داخل الجسم. في حاجات خارجيه وحاجات داخليه. يعني لما اجي اتكلم على الثيروكسين، لا، الثيروكسين ده اكسده داخل الجسم تنتج عنها طاقه. لما اجي اتكلم على وليكن مثلا الانسولين بينظم نسبه السكر في الدم وده داخلي.
لكن لما اجي اتكلم عن التستوستيرون واقول ان هو مسؤول عن اظهار بعض خصائص الصفات الخارجيه على الذكر او الاستروجينات بالنسبه للبنت، فاصبحت هذه الصفات مش عمليات داخليه فقط، تبقى عمليات داخليه وعمليات خارجيه، يعني ظهور شعر الذقن والشارب والحاجات دي كلها هي تغيرات فسيولوجيه تمت على خارج الجسم، وبالتالي ده كان سببه هرمون. فده الفرق ما بين كلمه هرمون وبين إنزيم. كلمه انزيم. اما الاجسام المضاده فهي دورها هنا ان هي بتعمل القضاء او تقضي على الميكروبات. نبتدي بمصطفى من سوهاج. مصطفى ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مستر حسن؟ ازيك يا مستر امل؟ اهلا يا مصطفى، ازاي؟ الحمد لله تمام. لو سمحت يا مستر انا عندي علي صوتك شويه يا مصطفى عشان اسمعك. انا عندي سؤال واحد علي. اتفضل. يصعب تطبيق زراعه الانسجه في الانسان. يصعب زراعه تطبيق زراعه الانسجه في الانسان. تمام. تمام. مستر لو سمحت انا كان عندي طلب. تمام. بالنسبه للرسومات اللي في المنهج انا متدرب عليهم كلهم تمام، بس انا كنت عايز اعرف الرسومات اللي هتيجي رسم بالايد وكده يعني، والرسومات اللي هتيجي اسال عليها. حب. مش مهم حضرتك يعني ترسمهم، انا عارف ارسمهم، بس عشان في الفتره اللي جايه يعني ما فيش وقت ان انا اراجع كل رسومات المنهج، ان انا بس اركز على اللي هيجي رسم في اليد. تمام. بس يعني تمام مصطفى، اشكرك على اتصالك وحلبي لك طبعا طلبك دوت، وان شاء الله هنقول في نهايه كل حلقه من حلقاتنا ايه اهم الرسومات في كل فصل بحيث ان احنا نسجلها مع بعض. اشكرك يا مصطفى. مصطفى كان سؤال بيقوله يصعب زراعه الانسجه في الانسان. كل ما كان الانسان او كل ما كان الكائن اكثر تعقيدا وان الخلايا بتاعته اكثر تخصصا، كل ما كان من الصعوبه ان انا اعمل عمليه زراعه انسجه. حتى في التجدد لما كنا بنتكلم على التجدد وجدنا ان التجدد قد يحقق رغبه التكاثر، وذلك في الكائنات الاقل تخصصا او الاقل رقيا، ومع كلما ازداد رقي الكائن كان ظاهره التجدد بتقل فيه لدرجه انها اقتصرت فقط على تعويض انسجه او خلايا مفقوده في الكائن الراقي. وبالتالي هي نفس الفكره في زراعه الانسجه. اللي مخلاه زراعه الانسجه ناجحه في عالم الانسان حتى الان هو ان خلايا الانسان اكثر تخصصا من خلايا النبات. ده الشيء الوحيد اللي نقدر نقوله بيكون مناسب لمنهج الصف الثالث ثانوي. رسومات الاحياء خلاص مصطفى، واكيد طلبك ده غالي عندنا، هنقول لك في نهايه كل حلقه هنقول ايه اهم رسومات في فصل، بما ان احنا عندنا حوالي 6 فصول يبقى هتطلب مننا ان احنا نقوم على 6 حلقات. طيب نرجع بقى لانواع البروتينات. البروتين او جميع البروتينات في جسمنا بتتكون من كام نوع من الاحماض الامينيه؟ أنا عندي 20 نوع من الأحماض الأمينية اللي هي نعتبرها الوحدة البنائية لتركيب البروتين. الحمض الأميني هو الوحدة البنائية، وعندنا 20 نوع من الأحماض الأمينية اللي بتدخل في تركيب البروتين. وطبعا الحمض الأميني بيكون له تركيب المفروض يبقى الطالب عارفه، لأن أحيانا بيطلب في الامتحان أنه يرسمه. الحمض الأميني بيتكون من عندي ذرة كربون وسطية. أنا عارفة طبعا قبل كده درسين أن الكربون رباعي التكافؤ، يبقى لازم يكون 4 روابط خارجين منه. عندي مجموعة بتسمى مجموعة الكربوكسيل، عندي مجموعة الأمين، عندي ذرة الهيدروجين، وعندي مجموعة الآر أو الألكايل. دي الوحدة البنائية لتركيب الحمض الأميني. قلنا عندنا 20 نوع من الأحماض الأمينية، 19 متفقين معنا في التركيب ده، يعني احتوهم على مجموعة الآر أو الألكايل. وأكيد احنا فاهمين والدكتور العضوية إن الألكايل ده كان منزوع منه ذرة هيدروجين. ليه احنا بنحاول إن احنا نرجع للحتة دي؟ عشان لما أقول له إيه اللي بيعمل اختلاف بين حمض أميني وآخر، يبقى اختلافه في مجموعة الألكايل، لأن دي مجموعة، دي عيلة بتشمل حاجات كتير أو مجموعات كتير هو درسها. لكن حمض أميني واحد بس، هستبدل بدل الـ H هنحط، أو بدل الـ R هنحط الـ H اللي هو حمض أميني بيسمى الجلايسين. يبقى انا عندي 20 نوع من الاحماض الامينيه مشتركين في الوحده البنائيه دولت، 19 فيهم مجموعه الار او الالكايل، ويستبدل مجموعه الار في حمض واحد بس باتش وهو الجلايسين. تمام. منا من اسوان. منا ازيك؟ ازيك يا مستر؟ الله يسلمك، اتفضلي. ازيك يا مستر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا مستر؟ اهلا يا منا، ازيك يا حبيبتي، اخبارك؟ كان عندي أسئلة في الحركة. اتفضلي. انت بتسمعيني من التلفزيون مش كده؟ بص، أول سؤال بيقول أي مما يأتي تتحكم في العضلات الهيكلية؟ أي مما يأتي يتحكم في العضلات الهيكلية؟ نبض القلب،
نبض القلب. نبض القلب. تقلص الأوعية الدموية. تقلص الأوعية الدموية. توسيع حدقة العين. توسيع حدقة العين. حركة العين. حركة العين. السؤال الثاني يا منى. في سؤال تاني بعد كده. علي اللي ما يأتي. علي. يتغير طول المنطقة المضيئة. يتغير طول المنطقة المضيئة أثناء الانقباض. أثناء الانقباض. ماشي منى. في حاجة تاني. بينما يبقى طول المنطقة الداكنة كما هو. ويبقى طول المنطقة الداكنة كما هو. بعد كده في سؤال ما المقصود بالمصطلح يعني. مصطلح. عايز تعريف الساركوبلازم. عايز نقول تعريف الساركوبلازم. طيب اشكرك. اشكرك يا منى. في سؤال تاني بس معلش. اخر سؤال يا منى. ماشي. ماشي. اتفضلي. ما أهمية خيوط الميوسين وخيوط الأكتين في انقباض العضلة الهيكلية؟ ما أهمية خيوط الأكتين والميوسين في انقباض العضلة الهيكلية؟ بقول لك يا مستر ليه الحتة بتاعت الطفرات دي ما شرحتهاش؟ حاضر هنوع عليها النهاردة إن شاء الله. ماشي منى. أشكرك على إنك متابعانا قوي وعارفة إيه اللي اتشرح وإيه اللي ما اتشرحش، وده دليل ان انت ملتزمه معانا في الحلقات ومتواجده باستمرار. اشكرك يا منى. منى كان ليها عدد من الاسئله. السؤال الاولاني بيقول اي مما ياتي يتحكم في العضلات الهيكليه. ما انا مش عاجبني كلمه يتحكم. اي مما ياتي من العضلات الهيكليه على طول. يبقى انا هشيل كلمه يتحكم واخليها من. اي مما ياتي من العضلات الهيكليه. هل عضله القلب عضله هيكليه ولا العضلات الملساء اللي موجوده في الاوعيه الدمويه ولا المسؤوله عن اتساع حدقة العين ولا حركة العين؟ حركة العين. حركة العين. تتوقع يا استاذ امل بخبرتك الكبيرة السؤال ده جه في امتحان اخر السنة؟ لا. ليه؟ لان هو المفروض مش واخد قوي الحتة بتاعت العضلات الملساء ما خدش امثلة. هو خد الملساء الاوعية الدموية بس. تمام. يبقى احنا برضو بنصنف السؤال قابل ان يجي في امتحان ولا لا عشان اريحكم الفترة الجاية. حركة العين تحركها عضلات هيكلية لانها تصل ما بين العين وعظام الجمجمة، ولكن لم تذكر في الكتاب. السؤال الثاني علل. منا بتقول يتغير طول المنطقة المضيئة أثناء الانقباض ويبقى طول المنطقة الداكنة كما هو. لأن تكوينات المنطقة المضيئة خيوط الأكتين، وخيوط الأكتين بتتأثر على حسب شدة الانقباض، وأثناء الانقباض خيوط الأكتين بتنزلق ومحاذاة بعضها البعض، مما يؤدي إلى تقلص المنطقة المضيئة، وطبعا برضو على حسب قوة الانقباض. بينما المنطقة الداكنة اللي هي بتتكون من خيوط الميوسين لا تتأثر، لأن خيوط الميوسين غير متحركة، هي بتمتد منها الروابط فقط المستعرة. يبقى هما كلمتين فعلا. تمام. الفرق إن الميوسين ثابت بينما الأكتين هو المتحرك. حركة الأكتين أدت إلى تناقص المنطقة المضيئة، بينما ثبات الميوسين أدى إلى ثبات الحجم أو ثبات المنطقة. كانت عايزة تعرف بس الساركوبلازم. الساركوبلازم هو سيتوبلازم الليفة العضلية. الساركوبلازم هو سيتوبلازم الليفة العضلية. طبعاً. اللي بتسبح فيه الأنوية، وإحنا قلنا إنها عدة أنوية. ويتضمن خيوط أكتين وخيوط ميوسين. بالظبط. ما أهمية خيوط الأكتين والميوسين في انقباض العضلة الهيكلية؟ أكيد تبقى عارفين أن خيوط الميوسين بتمتد منها روابط مستعرضة بمساعدة أيونات الكالسيوم، وفي وجود الطاقة تعمل خيوط الميوسين أو الروابط المستعرضة من خيوط الميوسين على سحب خيوط الأكتين في اتجاه بعضها، مما يؤدي إلى انقباض العضلة. طيب زي ما حضرتك أشرتي للصيغة البنائية للحمض الأميني. الحمض الأميني أهم مميزه أن فيه مجموعتين مميزين قوي، أطلقوا على COH المجموعة الحمضية، وأطلقوا على NH2 المجموعة القاعدية، ولذا سمي بالحمض القاعدي. عشان كده دايما نقول عليه حمض قاعدي. في مجموعة كربوكسيل وفي مجموعة حمضية، وفي NH2 مجموعة قاعدية. فالطالب ازاي يقول حمض قاعدي وهو الاثنين عكس بعض، يا حمض يا قاعدة؟ وجود المجموعتين جعل الأحماض الأمينية أحماض قاعدية. تختلف بقى الأحماض الأمينية في بينها حسب مجموعة الألكايل اللي يرمز لها بحرف الايه الآر. استثنينا من الصيغة البنائية دي حمض اسمه حمض الجلايسين. حمض الجلايسين كان له شكل مختلف شوية. كان عندنا بدل مجموعة الألكايل كانت في ذرة هيدروجين، يبقى استبدل ذرة هيدروجين محل مجموعة الألكايل. نسمع بقى جهاد الأول وبعدين نكمل باقي الشرح.
جهاد من الشرقية ازاي؟ الحمد لله تمام. ازاي حضرتك يا مستر؟ الله يسلمك. ازاي حضرتك يا مس امل؟ اهلا يا جهاد. ازاي؟ انا بس كان عندي سؤال، انا شك اصلا في الاختيارات بتاعته انها غلط. السؤال هي شك في اختياراته انها طب غلط. علي صوتك وانت بتقولي لنا السؤال. تمام. هو بيقول مضاد القدون لشفرة حمض الميثيونين هو مضاد القدون لشفرة حمض الميثيونين هو الميثيونين هو يو جي اي يو جي اي اي يو يو A U U U A G U A G U A A U A A. أنا شك في الإجابات ولا واحدة. اللي بقى إجابتك السليمة اللي أنت شك فيها؟ أنا إجابتي U A C U A G C C. بس أنت ما ملتنيش U A C. لا ما هي أصلا مش موجودة. أنا شك في السؤال أصلا. برافو عليك. أنت عارفة إن حمض الميثيونين شفرته A U G. برافو عليك. وبالتالي ايه المضاد بتاعه؟ يبقى يو اي سي. مش كده يا استاذ امل؟ طبعا يو اي سي. وكونك ان انت تجاوبي اجابه مش موجوده من الاربع بدائل وتبقى مقتنعه بها، انا بهنيكي. ليه؟ لانك انت مذاكره وحاسه ان انت اللي صح، والكتاب اللي كاتب الكلام ده هو اللي اخطا. ولما توصلي لمرحله ان انت تصححي خطا في الكتاب تبقى انت 10 على 10 جاهز. الله يكرمك يا مستر. قولي لي ايه تاني؟ ايه طيب، هو سؤال صوب. صوب بيقول الفقره الملتصقه للعنق الفقرة المنصفة لا الملتصقة الملتصقة للعنق للعنق هي الفقرة رقم هي الفقرة رقم سبعة دي يعني ايه الملتصقة للعنق؟ يعني الملاصقة للعنق يعني من عندي يعتبر اتنين، في بداية وفي نهاية. اول العنق ده ملتصق ما بين الجمجمة والعنق، دي الفقرة الاولى اللي بترتكز عليها الجمجمة، واخر فقرة هي الفقرة الأخيرة من العنق، مش بس مش ملتصقة بالعنق بقى. هي المفروض المنصفة، بس أكيد هي قريتها غلط. أنا ممكن أنت عايز تصلحي رقم سبعة مش كده؟ طب ممكن أصلح لك كلمة في السؤال؟ اتفضل. الفقرة مش الملتصقة للعنق زي ما أنت صلحت كده قبل كده للكتاب، إحنا بنصلح له. الفقرة المنصفة للعنق. المنصفة يعني إيه المنصفة؟ يعني اللي موجودة في منتصف العنق. تبقى رقم كام؟ نشيل سبعة نحط كام يا جهاد؟ ثمانية. ازاي؟ هما انت عندك كام فقرة عنقية؟ سبعة. أربعة. يبقى سبع فقرات عنقية. يبقى أربعة. هما يبقى الرابعة. يبقى الرابعة، الرابعة المنصفة. أيوة. طب لو عايزة تجاوبيها بأسلوبك انت ومصممة عليه وعايزة تقوليها الفقرة الملاصقة للعنق، ماشي؟ مش الملتصقة بقى. ماشي، الملاصقة للعنق يعني ايه؟ يعني أول فقرة تيجي بعد الفقرات العنقية وتلاصق العنق، اللي هي أول فقرة في الفقرات الظهرية. سؤال. اللي هي تبقى كام بقى اللي أنت جاوبتيها من شوية؟ 8. أيوة، هو أنا كنت أقصد بقى الإجابة دي، أنا عملتها 8 ومش مقتنعة برضه بيها. تمام، يبقى إحنا لو حسب السؤال هنجاوب. لو قال لي منصفة للعنق تبقى 4، لأن هي التي تقع في منتصف العنق. تمام. فوقها 3 وتحتها 3، لأن المجموع كله كام؟ 7. 7. لكن الملتصقة للعنق مفيش حاجة اسمها ملتصقة للعنق. تمام. أساسا. ماشي. طب السؤال بس تاني عايز اتاكد، هو انا عاملاها بس عايز اتاكد من اجابتها. اتفضلي جاي. هو سؤال بيقول ما مدى صحه العبارات الاتيه مع التفسير؟ جميع الطفرات الجسديه في النبات لا تورث. جميع الطفرات الجسديه في النبات لا تورث. قولي لي اجابتك يا جاي. هو انا قلت صحيحه لان الطفرات الجسديه اكثر شيوعا في النباتات اللي بتتكاثر قدريا، حيث ينشا فرع جديد من النبات العادي يحمل صفات مختلفه عن نبات الام، ويمكن فصل هذا الفرع واكثاره قدريا اذا كانت الصفه الجديده مرغوب فيها. جهاد، الجمله بتقول جميع الطفرات الجسديه في النبات لا تورث، مش قلت كده؟ لا تورث. يبقى العباره خطا. خطا. ايوه يبقى العباره خطا. ليه؟ زي ما انت جاوبت كده. أيوة. لان هناك بعض الطفرات الجسديه يمكن ان تورث في النبات. أيوة. لان اذا وجد زي ما انت قلت كده بالظبط فاحد احد فروع النبات وقد ظهرت عليه طفره، يمكن فصل هذا الفرع وزراعته لان النباتات تتكاثر تكاثرا خضريا وبالتالي تكاثر لا جنسي. يبقى العباره خطا وصوبنا او التفسير ده. تمام. اشكرك يا جهاد. استاذ امل، كيف ترتبط الاحماض الامينيه ببعضها؟ عشان نعمل ارتباط بين الاحماض الامينيه ببعضها طبعا استحاله يحصل ارتباط بالوضع الطبيعي، لان الحمض الامينه لو جيت شفته كيميائيا مش هيحصل ارتباط لانه متشبع. لكن عشان يتم الارتباط بين اتنين حمض اميني بيتم عن طريق تفاعل اسمه نازع للمي. هنزع جزيء المي منين؟ بننزع مجموعه او اتش او مجموعه الهيدروكسيد من مجموعه الكربوكسيل، وهنزع ذره هيدروجين من مجموعه الامين. كده يبدا يحصل الارتباط بين الاثنين عن طريق تفاعل هيسمى تفاعل نازع للميه، والرابطه اللي بتتكون بتسمى رابطه بيبتيديه. يبقى الرابطه بين الحمضين الاميين بتسمى رابطه بيبتيديه.
وبالتالي اول مركب هيتكون سلاسل عديد خلاص هيبقى ثنائي وبعدين عديد بيبتايد. يعني اول مركب منه حمضين بنسميه ثنائي البيبتايد، لكن لما هيزيد بقى ويبقى سلسله طويله اكتر من اثنين يبقى سلاسل عديد البيبتايد. اكيد في فروق جامده جدا بين البروتينات وبعضها في جسمنا. اكيد طبعا البروتينات في تنوع رهيب جدا في البروتينات، لان احنا لو جينا شفنا في شكلنا بس كده في بروتينات بتكون الجلد، في اللحم، في الشعر، في الرموش، في الاظافر، طب يدخل جوه في انزيمات بانواعها، في هرمونات بانواعها، في تنوع رهيب جدا من البروتينات. طب ده بيرجع لايه؟ ممكن نحصرهم في ثلاث كلمات او ثلاث نقط. ليه بتختلف البروتينات عن بعضها البعض؟ لاختلافها في اعداد وانواع وترتيب الاحماض الامينيه في البوليمرات او في السلاسل. طيب البروتين ده هنستخدم فيه كم سلسله او كم بوليمر عشان اكون البروتين؟ طب الرابطه الهيدروجينيه اللي هتربط البوليمرات دي ببعضها عشان تكسب البروتين شكله الخاص. يبقى كل ده ثلاث اختلافات اهو، تاني هقولهم عشان مهمين. لاختلاف اعداد وانواع وترتيب الاحماض الامينيه، ودي احنا برضو لو ربطناها بالجزء بتاع المناعه خدنا حاجه شبيهه بكده لما قلنا في الجسم المضاد فيه مناطق متغيره، وكانت المنطقة دي متغيرة ليه؟ عشان ترتبط بأنتيجينات الميكروبات. طب وكانت بتختلف ازاي؟ فسر. ما كنت حضرتك تقعد تقول في فرق بين فسر، فسر علشان في اختلاف أعداد وأنواع وترتيب الأحماض الأمينية. يبقى متفقين على أول نقطة، اختلاف أعداد وأنواع وترتيب الأحماض الأمينية المكونة لسلاسل البيبتيدية. رقم 2، عدد البوليمرات أو عدد السلاسل البيبتيدية المكونة للبروتين. رقم 3، الروابط الهيدروجينية التي تعطي البروتين شكله الخاص. ده اللي بيعمل اختلاف بين حمض أميني وآخر. الجزء الآخر من حلقة اليوم يتناول فيه الأحماض النووية الريبوزية، واتفقنا أن ما يقصد بذلك الأحماض النووية الريبوزية هو المقصود بها الـ RNA. ولما نتعرف على تركيب الـ RNA أكيد هنبتدي نوجد مقارنة ما بين الـ RNA وما بين الـ DNA. RNA الوحدات بتاعته تسمى نيوكليوتيدات. بالظبط اكيد. لكن لو قال لي نيوكليوتيد وسكت يبقى المقصود بيها نيوكليوتيد دي ان ايه ولا ار ان ايه؟ طالما نفس المسمى وبس يبقى دي ان ايه. لكن لما اكون عايز اتكلم عن نيوكليوتيد ار ان ايه هنقول النيوكليوتيد ريبوزية او نيوكليوتيد لحمض النووي الار ان ايه. في بعض الاشياء الاوقات يعني يطلق عليها ريبونيوكليوتيدا مسمى، جات التسميه طبعا من نوع السكر المشارك فيها. طب لو قلت تركيب نيوكليوتيد الار ان ايه او تركيب الريبونيوكليوتيدا، مش هقول بقى ار ان اي، لان لما اقول ريبونيوكليوتيدا يبقى المعني بيها نيوكليوتيدة الار ان اي. مما تتكون وهل فيها اختلاف بينها وبين نيوكليوتيدة الدي ان اي؟ طب ممكن نقول ايه الشبه الاول بينها وبين النيوكليوتيد اللي بتكون الدي ان اي؟ اولا واخدين برضو نفس شكل السكر الخماسي، بس نوع السكر بس اللي اختلف. تاني حاجه برضو ذره الكربون رقم 1 هترتبط مع القاعده النيتروجينيه، وبرضو رقم 5 مع مجموعه فوسفات. اذا متفقين في الشكل العام، لكن الاختلاف معايا بقى برضو بيرجع الى القاعده اللي بتحملها. في قواعد متماثله بين الاثنين وفي قواعد هتختلف. المتماثله الاي والسي والجي، الادينين والسيتوزين والجوانين. لكن المختلفه ان الدي ان ايه هيكون بتحمل الثيامين اللي بنرمز لها بالتي، والاخرى الار ان ايه هتكون بتحمل اليوراسيل. يبقى ده وجه الاختلاف بين الاثنين. وعايزين اعرف برضو ان معنى كلمه سكر ديوكسي ريبوز يعني منقوص الاكسجين. سكر ريبوز يعني في ذره اكسجين زياده، من هنا يمكن جابوا ديوكسي من دال فسموه دي ان ايه، ريبوز من ار فسمي بالار ان ايه. تمام. راندا من الهلوبية. راندا ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ ازي حضرتك يا مستر؟ ربنا يخليك. استاذة امل ازيك؟ اهلا يا راندا. ازاي؟ الله يسلم. معلش يا مستر لو اسئلتي كتير شوية. هديكي سؤالين. لا اربعة. طب قولي قولي سؤالين. عشان تاخد الاربعة. قولي يا راندا. من الايونات التي تنظم مستوى مستوى هرمون الالدوسترون الالدوسترون. طب اقول لك على حاجه، سيبيني انا هنطقها انا. الالدوسترون. ايوه. في الدم هي ايونات الكالسيوم. والاختيارات ايونات الكالسيوم، ايونات الصوديوم، ايونات الصوديوم، اليود، ايونات اليود، الكلوريد. فلوريد. فلوريد. طيب السؤال الثاني. بما تفسر في خلايا جزر لانجرهانز يكون عدد خلايا بيتا
يكون عدد خلايا بيتا أكتر أكبر من عدد خلايا ألفا. ألفا بكثير. إيه السؤال الثالث؟ ما مدى صحة العبارة مع التفسير؟ الجهاز الهيكلي يكون دائما في الأطراف المتحركة. يعني إيه؟ يعني إيه السؤال ده؟ يعني عايز حضرتك بس اللي عايز تفكير بقى. الجهاز الهيكلي يكون دائما في الأطراف المتحركة؟ آه. وده السؤال؟ آه. والأطراف يعني هي عبارة عن ثواني بقى يا رندا. ماشي. وهل مفيش جزء من الجهاز الهيكلي في الأطراف أو في الأجزاء الساكنة أو الثابتة؟ يعني عظام الجمجمة الخلفية الملتحمة التي لا تتحرك دي لا تتبع الجهاز الهيكلي؟ رندا حضرتك انا عايزه الاجابه من حضرتك. طيب قولي لي بس الجمله الرابعه ونتفاهم فيها. اخر سؤال بقى. ما مدى صحه العباره برضه؟ ماشي. يمكن ان تحتوي العظام على بروتينات. يمكن ده اكيد. على بروتينات. تمام. بصي يا رندا هجاوب لك وتسمعيني من التلفزيون. تمام. شكرا لحضرتك يا مستر. اشكرك يا رندا. كان عندها سؤال اولاني، العينات التي تنظم مستوى هرمون الالدسترون، يعني تخلي الالدسترون قد يزيد او قد يقل طبعا للهرمون احتياج الايون. فلما الاقي ان الكلوريد واليود والكالسيوم مش شغلانه الالدسترون، اكيد الصوديوم طبعا، يبقى الاختيار هنا رندا هو الصوديوم ويتخلص من البوتاسيوم. السؤال الثاني بيقول بما تفسر في خلايا جزء لانجرهانز يكون عدد خلايا بيتا اكتر من عدد خلايا الفا بكثير؟ طبيعه البشر هم انهم بياكلوا، مش كده ولا؟ بنحتاج الانسولين اكتر من احتياجنا للجلوكوجون. وطالما ان احنا بناكل، واضح ان يا رندا بتحب الحلويات كتير اكيد طبعا، فاكيد طول ما احنا بناكل اكيد يصاحب هذا الطعام زياده نسبه السكر في الدم، مما يتطلب دائما ان يكون هناك نسبه كبيره من الانسولين، ونادرا ان انتم تبطلوا اكل. ولانكم نادرا انكم تبطلوا اكل يبقى انتم مش هينخفض عندكم نسبه الجلوكوز الا غصب عنكم في شهر رمضان، مما يضطر الجلوكاجون هو اللي يزيد. نظرا لطبيعه البشر وقدرتهم الهائله في تناول الطعام، كان نسبه افراز الانسولين هو الاعلى من افراز الجلوكاجون لحاجه الجسم للانسولين اكتر من حاجته للجلوكاجون. هذا بالاضافه أن هناك هرمون آخر يقوم بنفس عمل الجلوكاجون، وهو هرمون الأدرينالين الذي يفرز من نخاع الغدة الكظرية، بينما لا يوجد هرمون آخر يقوم بنفس عمل الأنسولين اللي هو يخزن السكر الزائد عن حاجة الجسم في صورة جليكوجين في الكبد بالإضافة إلى دهون في أعضاء أو أجزاء من الجسم. من هنا كانت عدد الخلايا بيتا اكتر من الفا. ما مدى صحه العباره بعد تفسير؟ زي ما بيقول الجهاز الهيكلي يكون دائما في الاطراف المتحركه. السؤال في حاجه غلط. اولا انا هجاوب في ضوء اللي انا فهمته. تمام. رندا، ان الاطراف المتحركه يلزمها مرتكز ترتكز عليه العضلات حتى يساعدها على الانقباض والانبساط، وان العضلات ترتكز على عظام، وعشان كده محتاجه جهاز هيكلي. ولكن يبقى هذا كان السؤال يبقى كان نضيف كلمه متمفصل. عشان قطعه متمفصله حاجه مش طبيعيه. يمكن ان تحتوي العظام على بروتينات، هل العباره دي صحيحه ولا غلط؟ اكيد العباره طبعا صحيحه جدا. لان من ضمن انواع البروتينات اللي بتخش في الانسجه الضامه كان الكولاجين، والانسجه الضامه تشمل عظام وغضاريف ودم وليمف، عشان كده الجهاز الهيكلي يحتوي على بروتين. نرجع لمجموعة الأجزاء بتاعت الار ان ايه ومكوناتها والقواعد والنيكلوتيدات المتصلة بيها. ده يوصلنا بقى لمرحلة ان احنا نقدر نعمل مقارنة ما بين الدي ان ايه والار ان ايه. افترضت ان انا بقول ان الدي ان ايه هو عبارة عن جزيء مزدوج، بمعنى انه بيكون من شريطين. يبقى الار ان ايه شريط مفرد. لو قلت الدي ان ايه بيكون من نيكلوتيدات، وكل نيكلوتيد فيها سكر خماسي الكربون اسمه ديوكسي ريبوز،
يبقى بالار ان ايه بتكون من ريبونيوكليوتيدات سكر خماسي الكربون بيسمى سكر ريبوز. وطبعا في فرق بين الديوكسي ريبوز وريبوز في عدد ذرات الاكسجين. منقص الاكسجين مين اللي عنده اكسجين اقل؟ اقل الدي ان ايه، الدي ان ايه اللي هو الديوكسي ريبوز بنسميه منقوص. طيب بالنسبه بقى للقواعد، قواعد النيتروجين في حاله الدي ان ايه هي ادينين ايه، جوانين جي، سيتوزين سي، سايمين تي. طب بالنسبه للقواعد في اول ثلاثه متشابهين معانا الادينين والجوانين وسيتوزين، بس اليوراسيل بدل الثايمين. هعتبر ان جي ان ايه نوع واحد، ففي نفس الوقت الار ان ايه ثلاث انواع. هعتبر ان جي ان ايه مكانه فين؟ في النواه، مكانه في النواه، بس خاصه في حقيقيات النواه، لكن الار ان ايه مكانه في السيتوبلازم. نشوف امل من الجيزه. امل ازاي؟ الو السلام عليكم. ايه الاسئله يا امل؟ انا عندي سؤال في الاختيار في الدي ان ايه. اتفضلي. اذا احتوى جزئين من الدي ان ايه، اذا احتوى جزئين من الدي ان ايه، من الدي ان ايه على تقريبا على حوالي على حوالي 16 و 2 من 10 ادينين، 16 و 2 من 10 ادينين، و 33 و 4 من 10 جوانين، فيكون نسبة الثايمين، فيكون نسبة الثايمين. وعندك أربع بدائل مش كده يا أمل؟ عندك أربع بدائل، هتختاري البدائل ازاي عشان ما تاخديش وقت في تمليتهم، بياخدوا وقت كبير. هتستخدمي النسب دي وتاخدي النسب الاقرب للدقه، يعني انت عندك 16 و2 من 10 ادينين، دوري على صايمين يكون في متناول هذا الرقم، قد يكون اكثر او اقل قليلا نتيجه الخطا في الحساب. اخر اختيار عندك، ولما في اختيار من الاختيارات 16 و3 من 10 34 و1 من 10، هو اخر بديل في البدايه الاربعه اللي عندك. طيب. على راي الاستاذه امل. امل عندك حاجه تاني؟ عندي سؤال تاني في علي. تتم معظم تاني الدراسات الخاصه، معظم الدراسات الخاصة بكشف المادة الوراثية، الحقيقية باستخدام الفيروسات والبكتيريا، الحقيقية كانت في الفيروسات والبكتيريا، استخدام الفيروسات والبكتيريا. تمام، وضح ذلك مش كده؟ طيب اشكرك يا امل. امل تسمعيني بقى اجابة السؤال ده من التلفزيون. أمل كانت بتقول معظم الدراسات الخاصة بكشف المادة الوراثية الحقيقية اعتمد على الفيروسات والبكتيريا، فسر ذلك. ايه التجارب اللي استخدم فيها فيروس وبكتيريا مع بعض؟ الاتنين مع بعض احنا استخدمناه في البكتيريوفاج، في حالة البكتيريوفاج. فيروس كان بيهاجم الخلايا البكتيرية، وطبعا ده بيرجع لان هم عرفوا ان الدي ان ايه بيحتوي على كبريت وعلى فسفور، والقصة دي معروفة في قصة البكتيريوفاج اللي هي تجربة هيرشي وتشيس. بالظبط، يبقى يستخدم الدليل المقدم للبكتيريوفاج وتشرح تجربة هيرشي وتشيس اللي بتقول ان الدي ان ايه بيدخل في تركيبه الفسفور ولا يدخل في تركيبه الكبريت، والبروتين بينما البروتين يدخل في تركيبه الكبريت ولا يدخل في تركيبه الفسفور. وان هيرشي وتشيس قام بترقيم المادة الوراثية دي ان ايه والبروتين بعناصر مشعة فوسفور وكبريت على الترتيب، وتتبع وصول هذه العناصر المشعة الى البكتيريا. وصول كل فوسفور مشع دليل على وصول كل دي ان ايه، بينما وصول 3% من الكبريت المشع دليل على عدم وصول معظم البروتين. انواع الار ان ايه كم نوع؟ اتفقنا ان احنا سميناها احماض نووية. طبعا. انا عندي 3 انواع من الار ان ايه، ايه هما؟ في الام ار ان ايه او بيطلق عليه الرسول، وفي التي ار ان ايه اللي هو الناقل، وفي الار ار ان ايه اللي هو الريبوسومي. يبقى هما 3 انواع. هنتعرض طبعا لاول نوع اللي هو الار ان ايه الرسول. تمام. هنتعرض لكيف ينسخ ومن اين ينسخ وبعد اتمام نسخه ايه اللي بيحصل. الار ان ايه بينسخ من احد شريطي الدي ان ايه، وعايزين نميز قوي بين كلمه ينسخ النسخ وتضاعف، عشان في طلبه كتير الموضوع بيقف معاهم. ايه الفرق بين التضاعف والنسخ؟ انا اقول اعمل تضاعف للدي ان ايه، لكن ما ينفعش اقول اعمل تضاعف للار ان ايه. انا بنسخ الار ان ايه،
اصل التضاعف بيتم على كلا شريطي الدي ان ايه، لكن النسخ بيتم على احد الشريطين بل على قطعه من شريط، هنسخ جين او هنسخ قطعه من شريط. يبقى لما اجي انسخ الار ان ايه هينسخ الام ار ان ايه من احد شريطي الدي ان ايه. هيتنسخ ازاي؟ بنفس الاليه، عندي برضو انزيم اللولب اللي يفصل الشريطين عن بعض، ويكون عندي انزيم بالمارت الام ار ان ايه عشان يبدا ينسخ التتابع النيوكليوتيدات. طب هيعرفه منين الانزيم البالمارة؟ يتعرف ازاي على المنطقه او الجين المفروض ان هو ينسخه؟ ده من خلال تتابعات موجوده بنقول عليها المحفز. اذا لازم قبل كل جين هيكون في محفز، المحفز عباره عن تتابع من النيوكليوتيدات على احد شريطي الدي ان ايه، هيوجه انزيم البالمارة للشريط وللقطعه اللي سوف يتم منها نسخ الام ار ان ايه. يبقى الام ار ان ايه هيتم نسخه من احد شريطي الدي ان ايه. طب انا اعرف منين الشريط؟ هيتم النسخ من الشريط من جهه ثلاثه، اي شريط، مش زي ما سمعنا قبل كده هجيب ثلاثه شمال ولا يمين ولا الكلام ده، لا، الدي ان ايه بيسبح في السيتوبلازم، انا هدور عند الطرف ثلاثه وابحث عند ثلاثه عن المحفز، اذا لم يكن موجود عند احد الشريطين اشوف على الشريط الاخر عند طرف ثلاثه المحفز فين، ونبدا المحفز ده يوجهني للنسخ. تمام، معانا محاسن البحله. السلام عليكم. انا اسف. عليكم السلام. مع محسن ولا مين؟ لا، ازيك استاذ حسن. الله يسلمك، مين معايا؟ حسن استاذ. حسن معايا، حسن من البحر الاحمر. ازيك؟ ازيك يا مس امل. اهلا يا حسن، ازاي استاذ؟ عندي سؤال بس فعلل. قول. يستغرق التئام الغضاريف وقتا طويلا. يستغرق التئام الغضاريف وقتا طويلا، تمام. حاجه تاني؟ ايوه، في حاجه تاني. قول. تعتبر الوحده التركيبيه؟ تعتبر الوحده التركيبيه هي الوحده الوظيفيه. هي الوحده الوظيفيه للعضله الهيكليه. للعضله الهيكليه. ده علل دي ولا صح؟ لا دي علل برضك. علل. تعتبر الوحده التركيبيه الوحده الحركيه استاذ. الوحده الحركيه. ايوه، شفت بقى انت بتمليني غلط اهو. يبقى الوحده الحركيه. تمام، ماشي يا حسن، اشكرك. اسمعني من التلفزيون. السؤال الاولاني، ليه بيستغرق التئام الجروح فتره طويله خاصه لو كانت غضاريف؟ يعني لو كان الجرح هنا في غضروف طبعا، لان الغضاريف لا تحتوي على الاوعيه الدمويه لتغذيتها، فبالتالي بتاخد وقت اكبر في الالتئام لانها بتحصل على غذائها والطاقه اللي بتحتاجها من العظام التي تكسوها، بتاخد فتره اطول. تمام. السؤال الثاني، بيعتبر الوحده الحركيه الوحده الوظيفيه للعضله الهيكليه، لان عباره عن ايه؟ الوحده الحركيه عباره عن مجموعه من الالياف العضليه والعصب الذي يغذيها، فاكيد الوحده الحركيه هي الوحده الوظيفيه، لان انا بتكلم عن مجموعه الياف وعصب يغذيه، والعصب ده يبدا يدخل يتفرع الى الالياف او الليفيات الداخليه في جوه، واحنا قلنا بتتراوح من 5 إلى 100، فيبقى الوحده التركيبيه لازم او الوحده الحركيه لازم تكون هي الوحده الوظيفيه، لان انا بتكلم عن ايه؟ انقباض العضله، ما هو الا محاصره انقباض جميع الوحدات اللي بتكون العضله. طب اصغر وحده ممكن احصل عليها ايه؟ الليف. ولما اجي اعرف الوحده الحركيه هي ايه؟ ما هي الالياف اللي جوه الليفه والعصب الذي يغذيه، يبقى الوحده الحركيه هي نفسها الوحده الوظيفيه. يبقى ليه زي ما قالت استاذه امل؟ لان انقباض العضله هو محصله انقباض جميع الوحدات الحركيه لها. اذا الوحده الحركيه هي فعلا الوحده الوظيفيه للعضله، وهي عباره عن اتصال ليف عصبي بعدد من الالياف العضليه يتراوح ما بين 5 إلى 100 ليفه عضليه. طيب دلوقتي في سؤال في الجزء اللي كانت استاذه امل بتشرحه، اللي هو الخاص بعمليه نسخ الام ار ان اي. السؤال بيقول، من الناحيه النظريه يمكن لاي شريط من شريطي الدي ان اي ان يصبح قالب لنسخ او لتكوين ام ار ان اي منه، ولكن من الناحيه العمليه شريط واحد فقط هو الذي يصلح كقالب لبناء الام ار ان اي. فسر هذه العباره. ليه من الناحيه النظريه الاثنين ينفعوا الشريطين، وليه من الناحيه العمليه احدهما بس اللي ينفع؟ من الناحيه النظريه الاثنين ينفعوا على اساس ان انا اقدر بانزيمات البلمارة انسخ، طالما ان الشريط معايا في اتجاه 3 5 القالب يبقى يقدر البلمارة يمشي في اتجاه 5 3 ده احد الشريطين. لكن الطبيعي ان انا اقدر انسخ من اي حد من الاثنين طالما انزيم البلمارة موجود، سواء هينسخ خط مستقيم او هينسخ قطع، يبقى انا اقدر انسخ من اي من الشريطين. بس اللي بيحصل عملي فعلا ان انا بنسخ من شريط واحد بس اللي هو الشريط القالب 3 5 لسببين.
اولا انزيم البلمره لا يسير الا في اتجاه 1-5-3، والاهم ان المحفز والجينات توجد على احد الشريطين. يبقى المحفز اللي بيدل انزيم البلمره على الشريط او على الجين اللي انا هنسخه موجود فين؟ على شريط واحد بس. الجين اللي انا محتاجه موجود فين؟ على شريط واحد بس، وبالتالي هينسخ من احد الشريطين وليس من كلاهما. يبقى احد الشريطين وليس كلاهما، وهو الشريط الذي يبدا بالمحفز، وكان المحفز له تعريف هو تتابع من نيكلوتيدات بتوجه انزيم بلمره الار ان اي نحو الشريط الذي ينسخ منه الار ان اي. تمام. طب كان في طلبه برضو معلش بعد اذن حضرتك قطعتك، بس كان في طلبه قالوا ايه؟ طب لما انا بنسخ من شريط واحد والبلمره هيشتغل على شريط واحد والجينات على شريط واحد، امال التاني فايدته ايه؟ ايه فايده الشريط التاني طالما انا هنسخ من شريط واحد بس؟ ده بعض الطلبه برضو سالوا في كده. الشريط التاني ده هو اللي ثبت لك الشريط الاولاني، او هو الاساس في عمليه الثبات الوراثي. انا محتاج شريط واحد او الجينات على شريط واحد، المحفزات على شريط واحد، ولكن الشريط التاني هو اللي ساعدنا على الاحتفاظ الشريط الاولاني بجيناته ده، او هو اللي ساعدني على الثبات الوراثي. معانا اسماء من البحر الاحمر ونشاركها معانا في الامر. اسماء ازاي؟ ازيك يا مستر، عامل ايه؟ الله يخليكي. ازيك يا مستر؟ اهلا يا اسماء، ازيك يا حبيبتي؟ اسماء انت مادتك الوراثيه اللي في جواه خلايا جسمك دي ان ايه مزدوج ولا مفرط؟ الدي ان ايه في جسمي مزدوج. ليه بقى؟ عارفه ليه ولا ما انتش عارفه؟ لانه بيتكون من شريطين، لانه بيتكون من مجموعات نيتروجين. تمام. هو ليه بقى شريطين؟ عشان اذا حدث خطا في احد الشريطين يبقى قالب للشريط الاخر. الله ينور عليك، يبقى الشريط الاخر يعمل كقالب لاصلاحه. تخيلي بقى اسماء لو انت كنت مادتك الوراثيه شريط واحد، كنت كل يوم بشكل ولون، وكانوا في اهلك مش هيعرفوكي لان اتغيرت شكلك يوم الصبح يقولوا لك امشي من هنا عشان انت مش تبعنا. فده مادته الوراثيه، عشان كده كان هيحصل تغير في احد الشريطين، وعدم وجود قالب كان هذا لا يؤدي الى الاصلاح. وطالما مش هتتصلح هتغيري الشفره فتتغير البروتين فيتغير صفاتك، ولما تتغير صفاتك مش هنعرفك. تمام. تمام. ومين اللي داخل يسال التاني، انا ولا انت؟ سأليني بقى. ايوه قولي. بيقول السؤال هنا، الخلايا التاليه تستطيع النفاذ من جدران الأوعية الدموية في منطقة الالتهاب ما عدا خلايا الدم البيضاء متعددة النواة خلايا الدم البيضاء وحيدة النواة الخلايا السارية وخلايا الدم البيضاء القاعدية احنا ممكن نعمل تعديل. وعموما انا هختار لك الخلايا السارية، مش عشان انا اللي بختار يعني. لا، ده هقولك ليه التلاتة التانيين. خلايا السارية اساسا وجودها موجودة في انسجة الجسم المصاب، لكن لما بتبتدي تفرز هي والقاعدية مادة الهيستامين يبتدي يزود من نفاذية جدر الشعيرات الدموية والأوعية الدموية، مما يساعد على انتقال بقى، هقولك مين اللي هينتقلوا التلاتة، متعددة النواة وحيدة النواة وأيضا كمان المتعادلة. تمام كده؟ تمام. يبقى الإجابة السارية دي ما بتنفسي لأنها موجودة أساسا في الأنسجة. ماشي. مستر معايا سؤال تاني، هو في حد تقريبا سأله بس أنا ما لحقتش أكتب الإجابة. مول. اللي هو عند تمزق وتر أخيل بس عايز يربطها بالمناعة. طيب، عند تمزق وتر أخيل هي مش فاكرة السؤال تقريبا. مش فاكرة السؤال بالضبط. انت مش فاكرة؟ بس عايز يربط الإجابة بالمناعة، مش عايز الإجابة بتاعت طعامة. ماشي لو عرفت تجيبي لي السؤال مرة تاني نقوله، لكن انا هقولك برضو الجزء المتعلق بالتمزق وارتباطه بالمناعة. عندك أسئلة تانية اسماء؟ لا مستر، شكرا. هو مستر هتبقى الإجابة متعلقة بالالتهاب صح؟ أكيد طبعا، هو تمزق يعني التهاب، ومعنى ان في التهاب يعني في بكتيريا دخلت. يبقى انا هتم اعمل استجابة بالالتهاب مع البكتيريا، يبقى هيزداد عند منطقة الالتهاب ايه؟ هيزداد الخلايا السرية والخلايا القاعدية. هيفرزوا لي مادة الهيستامين. يعني انت اسمعت الشحنة الاستجابة بالايه؟ بالالتهاب. بس هذه كانت فكرتها يعني. تمام ماشي، شكرا.
اشكر اسماء على اتصالها. الار ان ايه الرسول اللي زي ما حضرتك قلت لي اتنسخ من احد شريطي الدي ان ايه، وده ادى الى ان احنا نقدر نوصل لمفهوم نسخ وتضاعف. لو حبيت اقول ايه الفرق بين كلمه نسخ وتضاعف بالنسبه لموضوع الام ار ان ايه والدي ان ايه، انا بعمل تضاعف للدي ان ايه، يعني انا بعمل نسخ لكلا الشريطين، الشريطين بحالهم هيتنسخهم زي ما احنا خدنا في اول الدروس. يبقى انا بعمل التضاعف، انا كان عندي 2 نون بقينا 4 نون عشان ينفصل ويديني خليتين تشبه الفرد الاصلي تماما، يبقى تضاعف الماده الورثيه كلها تضاعفت مره تانية. لكن لما اقول نسخ انا بنسخ بس زي ما كنا راح اصور كتاب كامل ولا راح اصور صفحه في كتاب. انا هنسخ، انا هنسخ شريط واحد مش شريط، ده انا هنسخ قطعه من شريط كمان. يبقى النسخ اقل من التضاعف. يعني ممكن اقول التضاعف ينفع يكون نسخ، بس النسخ ما ينفعش يكون تضاعف. يبقى النسخ انا بنسخ من احد الشريطين بل بنسخ قطعه من شريط كمان. عشان كده دايما نقول نسخ الار ان اي، ما اقولش تضاعف الار ان اي، لكن اقول ان انا بعمل تضاعف في الدي ان اي. تمام، يبقى اختلفت كلمه النسخ عن التضاعف. النسخ يتم من احد شريطي الدي ان اي وليس كلاهما، والنسخ يكون عند موقع هذا الجين وليس بطول جزيء الدي ان اي، لكن التضاعف عكسه تماما، بيكون الفصل بين الشريطين بيتم بطول جزيء الدي ان ايه ويتم نسخ كلا شريطي الدي ان ايه. يبقى فكره نسخ الام ار ان ايه من احد شريطي الدي ان ايه لا يتطلب ذلك انه يبتدي انزيم يتحرك بهذا الشكل ويبتدي الجزء دوت زي ما احنا شايفينه اهوت، دي موقع الريبوسوم اللي هما بيوضح لنا ان في قطعتين، قطعة كبرى وقطعة صغرى، دي هنقولها لما نيجي نعمل عمليات الترجمة ان شاء الله اللي هي التخليق البروتين. طيب نكلم عبد الله الاول وبعدين نرجع للفيديو نعرضه عليكم. عبد الله، عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك عبد الله؟ ازيك استاذ حسن؟ ربنا يخليك يا حبيبي. سمعت استاذ حسن معايا سؤال. اتفضل يا حبيبي. هو كان سؤال اداني شريط مفرد من دي ان ايه عليه 15 نيوكليوتيد، يبقى شريط مفرد من دي ان ايه موجود عليه 15 نيوكليوتيد. لو قول لي عدد اللفات اللي في الشريط ده كام؟ عدد لفات هذا الشريط ولا هذا الجزيء؟ لا لهذا الشريط. تمام، ايه تاني؟ هو بس انا عايز اتناقش معاك، لكن سالت الاستاذ فهو سؤال الاستاذ قال لي ما ينفعش انك تقول لفه ونص، هو قال لي لازم انك تقول يا لفه يا اثنين. مين اللي قال الكلام ده؟ لا ما ينفعش، ليه ينفع واحد ونص؟ احنا عدد من النيوكليوتيدات بس. هو وجد واتسون وكريك لما عملوا النموذج ان النموذج اللي كانوا عملوه واتسون وكريك قال ان اللفه تقدر ب 10 نيوكليوتيدات على كل شريط او 10 ازواج موجودين على كلا الشريطين. وبالتالي لما يبقى عندي قطعة من دي ان ايه انا ما حددتش بقى جين ولا نص جين ولا انا ما قلتش قد ايه بالظبط، انا قلت جزء من دي ان ايه او شريط من دي ان ايه في 15 نيوكليوتيد يكونوا تقريبا قد ايه، هيكونوا لفه ونص. ما عنديش مشكله في الجزئيه دي. لا استاذ حسن سؤال ثاني معلش. اتفضل. هرمون يعمل على عمليه التمثيل الغذائي بالبناء والهدم. هرمون يعمل على عمليه التمثيل الغذائي، التمثيل الغذائي بالبناء والهدم. البناء والهدم. عبد الله انا هشاركك في الاجابه، انا خليك تساعدني فيها. هو لما يكون عايز تبني معناه ان انت بتاخد وحدات صغيره وتحولها لوحدات كبيره. مين اللي اخد الجلوكوز الزائد في الدم وجمعه وعمل منه مركب بوليمر اسمه جلايكوجين؟ الانسولين. يبقى عمل بناء. مين اللي يحس الخلايا على ان تستهلك الجلوكوز في اكسده لانتاج الطاقه وتحرير الطاقه؟ مين؟ الانسولين برضه. يبقى اذا طالما ان انت قلت الانسولين يبقى انت اللي قلت كيف كان هرمون يعمل في البناء وكيف يكون هرمون يعمل في الهدم. خلاص كده؟ طب لو انا عايز افرق بين هرمون النمو وهرمون السيروكسين. بين هرمون النمو وهرمون السيروكسين. فهمت البناء والهدم. انت رائع يا عبد الله، وانت داخل في موضوع مناقشه رغم ان انا حاسس بيك ان انت فاهم المواضيع كويس قوي، تحاول تربطها ببعض. اكيد الجي اتش زي ما انت قلت كده ده هرمون بناء، لان هو ايض بناء، يعني هو اللي بيضيف الاحماض الامينيه الى العظام والى العضلات مسببا النمو. فعشان كده لما بننمو نتيجه نمو العظام بتاعتنا نتيجه عمليات بناء، ولا يعتبر الجي اتش هرمون للهدم. بينما العكس السيروكسين العكس بقى المره دي.
ده هرمون للهد وليس هرمون للبناء. بس على فكرة عملية البناء تحتاج إلى طاقة، عشان تبني محتاج إلى طاقة، فالجي اتش عشان يعمل محتاج للثيروكسين. ليه؟ لأن الجي اتش عايز يعمل عملية بناء، وعملية البناء تتطلب طاقة، والطاقة باخدها من الأكسدة بتاعة الجلوكوز، واللي حينظم عملية الأكسدة ده مين؟ الثيروكسين. يبقى جي اتش هرمون للبناء، بينما الثيروكسين هرمون للهد. بشكرك عبد. بس حسن معلش سؤال تاني بس. طب ماشي. طب تستدرجني على فكرة. مكان تخزين الحيوانات المنوية. مكان تخزين الحيوانات المنوية. تنتج الحيوانات المنوية من الأنيببات المنوية وتخزن في البربخ. يعني مش في الحوصلتان المنويتان. لا غلط. حوصلتان المنويتان. استاذ قال لي كده. حوصلتان المنويتان. الحوصلتان المنويتان لا تختزن الحيوانات المنوية، ولكن الحوصلتان المنويتان تفرزان سائل قلوي من سكر الفركتوز يعمل على تغذية الحيوانات المنوية. وبعدين احنا بنقول على الحصان المنوي غدد ملحقة، اذا الحيوان المنوي ما بيمرش جوه الحويصلة. لا هو بيمر في القناة ويصب، هي عليها افرازاتها دي غدد ملحقة. خلاص كده يا عبد الله. يعني هتغذيه في البربخين بس. لكن لا مش هو في البربخين، انتقل من البربخين في الوعاء الناقل والقناة البولية التناسلية، وبعدين يبدا يصب على الحويصلتين. عبد الله عملية تغذية الحيوانات المنوية وهي جوه البربخ بتكون من حساب غذاء سيرتولي الموجود داخل الأنيببات المنوية. تمام. أما الغذاء الذي تفرزه الحوصلتين المنويتين هو غذاء علشان تعتمد عليه الحيوانات المنوية عند خروجها من الجسم، فعشان كده تمر في الوعاء الناقل وأثناء خروجها تصب الحوصلة المنوية عليه الغذاء عشان تعتمد عليه الحيوانات المنوية. أشكرك عبد الله. خلاص اتفقنا الام ار ان ايه. لو طلبنا من حضرتك استاذ امل ترسم لنا ام ار ان ايه موضح عليه اهم الكودونات واهم المواقع بالنسبه لنا. تمام. الام ار ان ايه طبعا احنا بنقول ان هو شريط، فهنعمل شريط، وهنا بيكون في موقع هنسميه موقع الارتباط بالرايبوسوم. هيكون عندي فيه توالي من الكودونات. طبعا اهم كودون عندي هو كودون الـ AUG اللي هو كودون البدء. طبعا فيه كودونات كتيرة، ولازم انهي بكودون الـ UAA او الـ UAG او الـ UGA، ايا كان اي نوع من انواع التلاتة، الـ UAA او الـ UGA او الـ UAG. يبقى ده المفروض كودون الوقف اللي هيوقف عملية الترجمة، وده هيكون كودون البدء، وهو نفسه على فكرة بيقوم بروحين او بشغلتين، هو كودون البدء وفي نفس الوقت هو شفرة حمض اميني بيسمى الميسونين. وعندي في النهاية تتابع من القواعد او من الادينين، هي ما تعتبرش قواعد لكن احنا بقول زيل عديد الادينين، لا تعد شفرة طبعا. زيل عديد الادينين ده وظيفته هنا ان هو بيحمي الـ mRNA من التحلل بفعل انزيمات السيتوبلازم. يبقى بتركب من موقع الارتباط بالرايبوسوم، ده هيتصل بيه الرايبوسوم بحيث يكون كودون البدء لاعلى، وده الوضع الطبيعي للترجمة. توالي من الكودونات، ولازم انهي بكودون الوقف، اي واحد من الثلاثة يصلح لكودون الوقف طبعا عشان يوقف عملية الترجمة. وزيل عديد الادينين طبعا اكيد يقصد بكلمة تتابع القواعد تبرز الى اعلى، هو يقصدش طبعا اعلى ولا اسفل كاتجاهات زي ما احنا عارفين، لان زي ما قلت استاذ امل في وقت من الاوقات ان الام ار ان اي موجود في السيتوبلازم غير محدد الاتجاه، قد يكون عمودي، قد يكون متوازي، قد يكون راسي، قد يكون افقي، يعني له ما حدش عارف بيبقى الوضع بيبقى موجود ازاي، هو يسبح في السيتوبلازم. وبالتالي المعنى الحقيقي لهذه الكلمه ان تبرز القواعد للخارج، وبالتالي مش ناحيه القطعه الصغرى لما تيجي ترتبط بيه. كمان زي ما قالت استاذه امل في كودون بدء وكودون توقف، دول بيبتدوا وينتهوا عنده عمليه تخليق البروتين. ما مدى اهميه ان ينتهي الام ار ان اي بزيل من عديد الادينين حتى لا يتحلل؟ وظيفه الزيل هنا عندي انه ما يتحللش الا بعد تمام نسخه او بعد تمام تخليق البروتين من خلاله، لكن الزيل عندي هنا بيحمي الام ار ان اي من التحلل بفعل انزيمات السيتوبلازم. معايا منار من مين؟ يا منار ازيك؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اسئله؟ الله يخليك. ازيك يا استاذه امل؟ اهلا يا منار، ازيك يا حبيبتي، اخبارك؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. انا عندي سؤال علل اللي هو تختلف الفقرات في الشكل عن بعضها البعض. علل ايه؟ تختلف الفقرات في الشكل عن بعضها البعض. تختلف الفقرات في الشكل عن بعضها البعض.
ماشي. وعندي سؤال تاني على الاختلاف شكلها وعدد الأمشاج المذكرة عن الأمشاج المؤنثة في الحيوان. اختلاف شكل وعدد الأمشاج المذكرة عن المؤنث، يعني عندها برد بس. ماشي يا منار، اختلاف عدد وشكل اختلاف الحيوانات عدد المنوية، اختلاف شكل وعدد الأمشاج المذكرة عن الأمشاج المؤنثة في الحيوان. طيب، الأمشاج المذكرة عن الأمشاج المؤنثة في الحيوان. شكرك. وعندي سؤال تاني اللي هو إذا كان العدد الزوجي للكروموسومات في خلايا نبات معين هو 18 كروموسوم. إذا كان العدد الزوجي للكروموسومات في خلية نبات معين هو 18 كروموسوم. هو 18 كروموسوم. فكم يكون عدد الكروموسومات في خلية الإندوسبرم؟ كم عدد كروموسومات الإندوسبرم؟ وخلية في القص؟ وخلية في القص؟ خلية إيه؟ خلية سمتية ولا خلية في ساق؟ أنا ما أعتقد في ساق. إيه؟ في ساق؟ أيوة في ساق. طيب ماشي ماشي يا منار. واللي هي الجميتة المؤنثة؟ جميتة مؤنثة. وخلية في جنين؟ وخلية في جنين. وكل من النواتين القطبيتين؟ والنواتين القطبيتين. وخلية في نيوسيلا؟ وخلية في النيوسيلا. أشكرك أشكرك يا منار. اسمعيني بقى من التلفزيون، السؤال الأولاني أستاذ أمل بيقول تختلف الفقرات في الشكل عن بعضها البعض، إيه السبب اللي أدى لاختلاف الفقرات؟ ليه كبير وصغير وليه متمفصل وليه ملتحم؟ طبعا ده بيختلف على حسب موقع انتشارها، مكانها وتتلائم مع الوظيفه بتاعتها. يعني هل الفقرات دي متمفصله ولا لا، موجوده في العنق يبقى حجمها قد ايه، موجوده في البطن يبقى حجمها قد ايه، يبقى ده بيختلف على حسب مواقع انتشار. تمام. اختلاف عدد وشكل الحيوانات المنويه او عدد وشكل الامشاج المذكره عن امشاج المؤنثه. اختلاف العدد لان الامشاج المذكره بعضها بيهلك اثناء الانتقال، وبالتالي يحتاج الى عدد كبير، بالاضافه انه بيستخدم او بيفرز انزيم زي ما اقول بالنسبه للهيالورينيز. كمان الشكل اكيد يعطي شكلا مختلفا في حاله الامشاج المذكره عشان تتحرك، فكل الامشاج المذكر ديل يستخدم الحركه بينما الامشاج المؤنثه تكون ساكن. اذا كان عدد زوجي الكروموسومات في خليه نبات معين هو 18 كروموسوم، 18 كروموسوم ده العدد الزوجي. تمام. كم عدد الكروموسومات في الاندوسبيرم؟ 27. 27 طبعا، يعني طبعا 9 هي نون بالظبط. انا جبت على 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 3 عشان اجيب هم قد ايه. خليه في ساق نبات 18 خليه جسديه كروموسوم. جميتة مؤنثه 9 نص 9 كروموسوم. خليه في جنين عدد كامل 18 18 كروموسوم. كل من النواتين القطبيتين كل واحده 9 نون 9. خليه في النيوسيلا دي جسديه 18. تمام. دي كانت الاسئله اللي قالتها لنا منار في ختام حلقه اليوم. وبكده اعزائي الطلبه نكون قد وضحنا اول نوع من انواع الخلايا او الار ان اي الرسول. يتبقى لنا في الحلقه القادمه باقي الانواع الريبوزويه اللي هي الام ار ان اي والار ان اي والتي ار ان اي، ونتكلم على الشفره الوراثيه وتخليق بروتين. في ختام الحلقه بشكر الاستاذه امل منير على وجودها الدائم معنا. ميرسي يا استاذ حسن الذوق. ونختتم حلقه اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.